وعشان نقطة السعر الصرف والتعويم، احنا معانا على الهاتف الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي. دكتور محمد اهلا بيك معانا يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. ازاي تابعت النهارده النقطة التثقيفية، وتحديدا فيما يتعلق بالحديث، حديث السيد الرئيس عن الوضع الاقتصادي الراهن، وان من شهور الرئيس قال ان احنا هنقف قدام مسألة التعويم لانه امن قومي، وما كناش نقدر نعمل ده من غير توفير اموال كافية. طيب، هو الاهم والاكبر يعني في كلمه السيد الرئيس كانت بتدور حوالين الوضع الاقتصادي زي ما حضرتك تابعت يعني. والسيد الرئيس كان بيتكلم على الجزء اللي فات، وكان بيرسم المستقبل شكله عامل ازاي. تمام. والجزء اللي فات هو وضح فيه امرين مهمين للغايه، انه المشكله اللي حصلت عمرها ما كانت بسبب تصرفات الاداره، بالعكس الاداره هي اللي ساهمت في ان الازمه تتحل دلوقتي. وده لما سيادته قال انه يعني هو حتى يعني كان شديد التهذب يعني، وهو بيقول انه انا ما استلمتش بلد، انا استلمت حاجه يعني اقرب ما تكون الى اي بلد. حاجه وهو قال كده يعني. يعني ايه؟ فبالتالي البلد دي كانت او اي حاجه دي المفروض كانت تتقلب بلد الاول. وده كان بيلخص فيه سيادته يعني ايه اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت، انه كان بيحاول يخلي المنظومه دي تدور مع بعضها، يربطها ببعضها عن طريق شبكه طرق كبيره، عن طريق شبكه ميه، عن طريق شبكه صرف صحي، عن طريق شبكات كهرباء وهكذا. وبعد كده ده يجهز البلد كلها لان هي تنطلق بقى في القطاعات الحقيقيه، سواء الزراعه والصناعه او الاتصالات والمعلومات وخلافه. في ضمن هذه المرحله اللي كان بيبني فيها حصلت ازمات عالميه حطتنا في الوضع اللي احنا كنا فيه اللي مضغوطين فيه. سيادته كان يعني انا اصلا كنت حاضر اللقاء دوت يعني، وكان سيادته بيقول انا حتى كان استاذ محمد عبد الرحمن بيسالني نعمل ايه، فقلت له نحرر، فسيادته رد على الموضوع وقال لا مش هنحرر. والحوار اللي حضرتك عارفه دوت اللي سيادته كان بيعلق عليه النهارده، سيادته في وقتها كان يعني بيبص من زاويه الامن القومي زي ما هو طول الوقت بيعمل يعني. هو بيدور وجودا وعدما وجهه نظر سيادته مع الامن القومي المصري. لما كان الامن القومي المصري يقتضي التحرير بتاع سعر الصرف 2016 اخذ القرارات، ورغم الناس كلها هو بنفسه قال الناس كلها قالت لي ما تعملش كده وعمل كده. ولما الناس قالت له بعد كده وانا منهم شخصيا يعني ده وقت التحرير يا سياده الرئيس، قال لا، لانه ده يتعارض مع الامن القومي. مظبوط. وبالتالي النهارده وهو بياخد القرار الجديد برضه لان مصلحه الامن القومي كانت توجب ان هو يتاخد، برضه اخذ قرار بان هو يوصل الجنيه للسعر العادي بتاعه. وبالتالي سيادته مش عنده موقف ثابت من سعر الصرف، سيادته مش اقتصادي. سيادته رجل دوله، رجل الاقتصاد ده جزء من اجزاء المكنه اللي بيتحكم فيها او المكنه اللي بيدورها، عكسي انا تماما، انا راجل بتاع اقتصاد ببص من المنظور الاقتصادي. مظبوط. اما هو بتصب عنده كل وجهات النظر، وبالتالي هو عنده وجهه نظر اعم واشمل بكتير جدا من وجهه نظر بتاعت الاقتصاديين. عنده وجهه نظر الاجتماعيه، عنده وجهه نظر الامنيه، وعنده وجهه نظر الاقتصاديه. الموضوع ده كله بيصب عنده، في الاخر سيادته بيرجح ايه اللي اتاخد زي كل رؤساء الجمهوريه في العالم يعني، او الناس المسؤولين عن الحكومات. وبالتالي هو سيادته كان بيوضح النهارده للناس هو ايه اللي حصل قبل كده، كان مانع هو سيادته بنفسه انه يحرر، وايه اللي حصل دلوقتي خلاه هو بنفسه برضه اللي يحرر. واخد بال حضرتك ازاي؟ بالظبط يعني. واعتقد ان الكلام كان واضح والرساله وصلت اعتقد للي كان كله مش فاهم ايه اللي بيحصل. فبالتالي هو سيادته وضح ايه اللي حصل قبل كده وايه بعد كده اللي هيحصل. لما قال بقى ايه؟ ان احنا خلاص كده، ان احنا كده بقى عندنا بادئين ورسائل اطمئنان. مظبوط. بس كده. وبالتالي الناس النهارده فهمت انه احنا كنا في مرحله ورايحين لمرحله جديده. كل مرحله طبعا لها متطلباتها، لكن في النهايه الناس النهارده طمنت جدا. انا بشكرك الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، كنت معانا في التاسعه، وبنكرر على حضراتكم ان الندوه النهارده كانت مهمه جدا، فيها اجابات على اسئله كتير جدا وتفاصيل خاصه بالامن وبالاقتصاد وبالسياسه.